مرحبا، أنا ملاذ، معد ومقدم براديو سوريالي. هذا العيد هو بالنسبة لنا عيدين، في عيد الأضحى المبارك وفي عيد الذكرى السنوية الأولى لراديو سوريالي. بالنسبة لعيد الأضحى للأسف يمكن صعب شوي نقول كل عام وأنتم بخير. نتمنى العيد المقبل نقدر نقول كل عام وأنتم بخير لكل السوريين، سواء اللي جوا سوريا أو اللي برا سوريا. بخصوص الذكرى السنوية لسوريالي، أنا ما بشوف إنه هاي الذكرى هي بس تعنينا نحن اللي بنشتغل بسوريالي، طاقم سوريالي، فريق عمل سوريالي، هي بتعني كل السوريين كمان، بتعني أكثر أنتم مستمعينا اللي عم تسمعونا حاليا. فكل عام وأنتم بخير. سوريالي، سوريالك، سوريا إلنا كلنا. سنة حلوة سوريالي.